بلش بشابتر جديد اليوم، شابتر رقم 4 بتاع مادة السكند هذا. ممكن هيك هنا مادة السكند. بنحكي اليوم على الماكرو، ماكرو ايفوليوشن، ونحكي على الفايلوجينيز. ماكرو تطور على مستوى البوبيليشن، والفايلوجيني كيف نرسم، كيف نوضح العلاقة بين سبيشيز، وكيف عمل سبليت، وكيف عم بيبعدوا او بيقربوا على بعض. هلا شو تعريف الماكرو ايفوليوشن بليز؟ above the species level صح؟ على species level شو سميناها؟ او within species level كمان micro evolution مزبوط؟ down على مستوى الجين level شو بتحتوي؟ على الاوريجنز. الاوريجن تعناها الاصل، والفيت مصير، على الميجر مين هم هذول الميجر؟ نوبيليتيز اللي بصيروا معنا على مستوى الايفوليوشن، والتشينجز وين؟ للمين؟ لينج اللي هي الخطوط، الخط اللاين، لينج ثرو تايم. شو بتبحث كمان؟ تاثير جيولوجيكال اند اذر فيزيكال فاكتور. جيولوجي ما عرفت عارفين ايش معناتها، فيزيكال فاكتورز وي نو وات از ات. على مين؟ على الايفوليوشن بروسيس. شو سمينا هذا العلم؟ اللي هو علم الاحفوريات. هذا عام الاحفوريات باليونتولوجي، بلاي سنترال رول في الماكرو ايفوليوشن. اذا هي فوكس سبيشيز ليفل بتوضح او تضم الاصل ومصير الميجر نوفاليتيز والتغير في الدايفرسيتي لينيج على مستوى الوقت اوفر ذا تايمز. بتوضح تاثير الجيولوجي والفيزيكال فاكتورز على هذه الايفوليوشن. هذا شيتا ولا مش شيتا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ بنثيرا باردس فهد، فهد شيتا يعني ولا لا؟ اوكي. هلا بتعرفوا هذول الليفلز؟ اوكي. بكتيريا دومين يوكاريوت، هذا على مستوى الدومين صح؟ على جين على مستوى ايش؟ كندا، بعدين فايلم، بعدين كلاس، اوردر، شعبي، فاميلي عائله، جيناس، وهذا شو؟ سبيشيز. مش هيك الترتيب؟ تبدا في الدومين، بعدين بروح على المملكه، بعدين على الفايلم والكلاس اوردر فاميلي وجيناس، بعدين على سبيشيز. أنا أكثر واحد اشتغلت عليه كارلوس لينوس، هذا اشتغل على الكلاسيفيكيشن. بعض الأوقات بيشوفوا اسم العلمي وحاطين، كان حاطين في جنبه ايش؟ دوت ال. شو معنات ال؟ ال تابع للناس، يعني الكلاسيفيكيشن تابع للناس، ممكن ما تشوفوش ال. ممكن كلاسيفيكيشن اذر كلاسيفيكيشن. تعتمد على ايش هذا الحكي؟ التاكسونومي بشكل عام، على ستراكشرز. ستراكشر وات؟ سيميلاريتيز. ممكن يكون ستراكشر خارجي، ممكن يكون ستراكشر داخلي، مزبوط؟ مش حكينا هيك تاكسونومي؟ اول شيء بجلب نظرك للتاكسونومي ايش هو؟ المورفولوجي او التركيبات او هيراركال. هذه من هيراركي، هيراركي اللي تعني، لا مش هتلر، هيراركي تعني زي ال ايش معنى هيراركي؟ لا الها، الها بلا، المفروض يكون لها هيراركي سكيم. اوكي. The largest most inclusive grouping على مستوى الكندم. هيراركي زي ال، هذول بيستخدموها كثير شيء البوذيين، وهدول يور هيراركي. هاو دو وي كول ات؟ كيف نترجمها؟ مش لاقي لها معنى بصراحة. عملت هيك. طيب. اوكي. جاست تيك ات لايك ذس. احنا بنشتغل على مستوى الكندم، او بنشتغل على مستوى سبيشيز. أكبر شيء انكلوزيف هو الكندم، وبعدين سبيشيز. هيراركي زي الملكية. كيف؟ إلهية. لا.
الملكية بتعرف الملك عم بيورث ابنه، ابنه بيورث ابن ابنه، هكذا. أكبر إشي بيكون الملك الأب الديسندنس، وبعدين بصير تيجي الابن ابن الابن وهكذا. فعشان هيك إحنا كناها شبهناها بكيندم، كيندم بتروح على فايلم كلاسز أوردر فاميلي سبيشيز إند أب وذ وذ سبيشيز. عرفت هلك شمعت هيراركي؟ متوارث. أو هيك يعني بمعنى من الأكبر للأصغر. هلا جينا على ايش بسموه الدومين تاع الكمبيوتر، بيعرف شو معنى الدومينز؟ هو الاساس اللي كان دبليو دبليو دوت دوت، هذا الدومينز هو الاساس، بعدين بصير تبحث خير من داخله. احنا حكينا هون على حكينا هون الدومينز بكتيريا ايوكاريوت وارشي بكتيريا، بعدين اجت الكندم، بعدين اجت الفايلم كلاسس اوردر فاميلي جيناس، وصلنا على سبيشيز ليفلز. اخذنا مثال عليه اللي هو الفهد التشيتا. اوكي هلا ناخذ مثلا هذا جيت ذس وان، واحد اسمه ووز، واحد اسمه ووز كارل ووز بروبوز 3 دومينز بيس على ايش هذا اشتغلوا؟ رايبوسوم الار ان اي، الار ان موجود في الرايبوسومات. بتعرفوا الرايبوسومات مسؤولات عن الدي ان اي صح؟ ليش بتكون الرايبوسومات عادة؟ من حكى بروتين؟ يس بروتين بلس رايبوسوم ار ان اي، هذول الاثنين مع بعض. يعني ات سيمز ذات هايلي كونزيرفد، يبدو انه ايش الستركتشر تاعه او الدي ان اي او السيكونس تاعه كونزيرفد محفوظ، فيش فيه تغييرات كثير او اي تغيير فيه بدل على واحد ثاني. 3 ديفرنسز على مين اشتغل هو؟ على البروكاريوت او الايوكاريوت. بتعرف الفرق بينهم احنا على كل حال؟ اخذتوا البروكاريوت والايوكاريوت، واحد خلية والثاني ايش؟ خلية وحيدة الخلية والثاني متعددة الخلايا او حقيقية النواة او غير حقيقية النواة او فيها غشاء او مش فيها غشاء او فيها organelles or doesn't have organelles. بناء على تصنيف الـ RNAs ribosome RNA two groups سميناهم ارشي والبكتيريا. يعني كان في البدايه يقول لك البروكاريوتس بروكاريوتس 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 اتس بروكاريوتس، كل شيء حطوه تحت ايش؟ في التاكس تحت البروكاريوتس. لما اشتغلوا على مستوى الرايبوسوم الار ان ليفل انقسموا لايش؟ صار سبليت. مزبوط سبليت، انفصلوا لاثنين، معناته ذي هذا كومن انسيستر صح؟ بس بعدين تفرقوا. شو معناته تفرقوا؟ عملوا تو سبيشيز، هذا مختلف او هذا مختلف، سموها جروبس. اطلعوا لي هون، هاي وحده وهاي نقطه صح؟ هاي بكتيريا ارشي بكتيريا او ايو كاريوس، مين اقرب؟ هاي وهاي ولا هاي على بعض؟ هذول اقرب صح؟ تابعين لنفس نفس الجروب صح؟ they have common ancestor. هاي الترتيب تاعهم، هذه المنطقه. هلا بتطلع عليها، حتى تطلع على المسافه رح نجي لها، مسافه طويله ومسافه قصيرة، حتى هاي means a lot، بتدل على الوقت تاع التطور تاعهم. هذا أخذ وقت قصير وهذا أخذ وقت أطول من هيك. إذا هدول الجروبس أقرب على هدول من بعض، أقرب من البكتيريا، بس كلهم طلعوا من وين؟ من أصل واحد. مزبوط طلعوا من أصل واحد. هلا organism are grouped from species للدومين صح؟ The grouping are increasingly more 100% صح؟ More inclusive. Inclusive يعني واضح ومتخصص، مش حدينا بكبير أصغر أصغر أصغر، كل ما بنطلع كل ما هذا. هلا مش أنتم بتدرسوا بكالوريوس؟ هلا أنتم البكالوريوس هي القاعدة تاعتكم ولا لا؟ كملوا ماستر ماجستير تتخصصوا شوي صغيرة، كملوا دكتوراه تخصصوا أكثر. هلا بدك تترقى بعد الدكتوراه، استاذ مشارك وبروفيسور، شو بتصير؟ اضيق واضيق لسه. تتخصص في مجال معين وخلصنا، فانت بتبلش هيك قاعده هرميه. عشان هيك تاع البكالوريوس بتاخذوا شغلات كثيره انتو. طيب، هلا هذول بسموهم تاكسونوميك جروبس فروم برود للنارو صح؟ هذول بيجيب لك اوكي دومين كيندم فايلم كلاس اوردر فاميلي جينس اند سبيشيز، للاكبر للاصغر، هذا لازم تعرفوهم. هلا في شيء بسموه يونت،
وحده على اي ليفل اوف هيراركي از كولد ايش بسموها؟ تاكسون. على مستوى اليونت. As it turns out, classification of organisms according to their shared characteristic is also indicative of their evolutionary history. Did we get it? فهمناها؟ Shall we? As it turns out, كما يتوضح ذلك, classification, تصنيف, الorganism according to their shared خصائص الماش المشتركة. شو بدل على هذا الحكي؟ على تاريخهم في التطور. كيف تطوروا هذول؟ بدنا نشوف شو التاريخ التطور تاعهم. شو بدنا نسوي؟ بدنا نربطهم مع بعض. كيف نربطهم مع بعض؟ شو بسميناها؟ تري. Phylogenetic tree. Phylogenetic a tree. هاي species A. وهذا بيختلف عنه ولا لا؟ فيش اختلفوا؟ في الكلر تقريبا في المنقار ولا لا؟ كمان طلع هذا المنقار تاعه، هذا مور ليس سيم، هذا اختلف شوي عنه. طب هلا انا شفت هذول 3 species. جبت لك اياهم، قلت لك شوف لي هذول شو درجة القرابة بينهم. شفت لي التطور تاعهم كيف صاروا؟ هل هم سيم سبيشيز؟ How much they are closely related؟ قديش هم متشابهين؟ أو قديش بيشبهوا مع بعض؟ شوف الهايبوثيسز تاعتهم. ثلاث احتمالات لهم. واحد اثنين ثلاث، واحد ثلاث اثنين، ثلاث اثنين واحد، كانوا عم يترتيب ولا لا؟ بهذه الطريقة بنرسم درجة القرابة، بتوضح لي انه هذا واحد واثنين اقرب من ثلاث، او واحد ثلاث اقرب من اثنين، بس تطلع زي ما حكيت انا كلهم بدهم اصل واحد. اليوم كمبيوتر بروجرامز they do this، بس بتعطيه 0 1 0 1 رح اشوفها كيف بتدخل على الكمبيوتر بروجرام 0 1 0 1 0 1 موجود او مش موجود، برسم لك هو درجة القرابة بينهم. اذا شو ايش الفيولوجي؟ ايش تعريفها هي؟ ممتاز. Among the groups. هي بتدرس the evolution relationship among groups of among a وممكن كمان betweens بينهم group of organism. على شكل ايش ترتب؟ على شكل شجرة tree like structures. بتوضح درجة التطور بينهم. هسا الفيولوجي بشكل عام على ايش تعتمد؟ واحد الامبريولوجي تذكروها؟ مرة ورجيناكم ستكتشرز بالامبريو بتوين الهيومان والتشيكن. صورة؟ سيم مع الفيش كمان. حتى في عنا كان في عنا زي الخياشيم احنا او جليتس احنا سميناها فتحات على مستوى الامبريو. اذا مستوى الامبريو وي كان يوز ات. هلا كله مستوى على مستوى الدي ان ار اي، وكمان مش كمان ايش كمان؟ البروتين سيميلاريتيز تشابههم. هلا في عندي نقاط، شوفوا هاي خربطوش، لا تخل خذ هاي النقطة وهاي. في عندك كأنه مربع أو دائرة، وفي عندك خط، نفهم شو معناهم هدول نفسرهم. هلا هذه تعني ايش؟ species or population على at given point in time، في وقت محدد، مثلا خلال 2500 سنة. على 2500 سنة شو صار؟ على 2300 سنة شو صار؟ على 10000 سنة بالضبط شو صار؟ إذا محدد الوقت أنا. طب إذا مديته بخط this represent the population as it progresses through a time or lineage. صعبة؟ نقطة تايم وخط ممتد على اوفر تايم. حكينا لكم احنا قبل شوية، قلنا لكم هذا الخط حتى طوله بيعني الوقت، قديش الوقت
اللي بياخده، هل وقت قصير ولا وقت طويل حتى يعمل سبلت. هلا كلمة phylogenetic tree أو cladogram same meaning صح؟ على شكل كليد cladogram. جرام تعني رسمي ها؟ تعني سكتش. مونوجرام مثلا. Many biologists use these three construct ايش؟ interchangeably. واحد بيستخدم cladogram واحد بيستخدم phylogenetic tree. They have the same meaning. Same meaning صح as phylogenetic tree. Cladogram is used to represent ايش؟ سامين شوف بحكي انا دائما. It's a hypothesis. بتوقع انه هدول بينفصلوا عن بعض. هلا لما بحكي لك بيجيبوا لك بالناشونال جيوغرافيك شانل او واتسو ايفر انه هذا انحذر من هذا، هي توقعات ولا لا؟ بس عم لها دعمها بايش؟ بالحفوريات. فيش كمان؟ على الجين ليفل او البروتين ليفل الاجنه. شايف البنت هاي عندها قدره على ربط المعلومات والاجنه اللي حكيناهم على الامبريو ليفل. هلا واتس اباوت phylogenetic tree؟ represent the true evolutionary history of the organism. حتى ممكن تحدد لك كمان ايش؟ اللينث طول والنود اللي له علاقه بايش؟ بالوقت وين بيصير عندك ايفنتس. معقد شوي والميك فيري سمبل. هلا شوفوا الخط هذا وين وصلنا هون؟ شو سميناها؟ نود. على النود شو بصير؟ تفرع سبلت. هاي صفة وهاي ايش؟ مع بعض ولا اندبندنتلي ها؟ كل واحد انفصل لحاله. هذه وانت بصير عندي تفرع سبيشيز ايه؟ هي مزبوط ما شاء الله عنه ماشي. هلا وصل لمرحلة هاي عملنا ريبرودكتيف ايسوليشن او صار في عندك ايش؟ كاتاستروفي انه عملت سبلت بينهم جرف او وادي او واتسو ايفر. شو بصير بهاي النقطة؟ بدها تتفرع، بده يصير هون تفرع. هذا بيعطيك سبيشيز بي وهذا بيعطيك سبيشيز سي بس they have same common ancestor. على هذه النقطة اللي صار فيها التفرع شو سميناها؟ النود. خلص طلعت سبيش اي وسبيش بي. هلا سبيش اي وسبيشيز سوري بي وسي بيلتقوا؟ لا ممكن او ممكن لا بيلتقوش مع بعض تصيروا سبيشيز. اذا التقوا في ثلاث حالات حكيناها المحاضرة السابقة، اما بيعملوا reinforcement او بيعملوا fusion مظبوط او بضلوا stability مش هيك؟ بصير بينهم اذا بده يصير، وهذا بيعتمد على الفتنس ونون فتنس وكاركترستيك ونون كاركترستيك واتس ايفر. اذا احنا بشكل عام اذا هذا بصير عند new species they have to split و they have to evolve بشكل منفصل ما بيعتمدوا على بعض، لانه اذا اعتمدوا على بعض بيردوا بيرجعوا. بلشنا من وين؟ من تحت. فصلنا هذه واحدة تنتين طلع هاي ما شاء الله كل ما بالها بتتفرع أكثر وأكثر. بس بنرجع لهذه النقطة. طيب شوفوا لي على الإكس على الإكس أكسس هذا التايم صح؟ هذا باست وهذا بريزنت ولا لا؟ ولا لا؟ هذا باست وهذا بريزنت يعني طلع 34 24 5 ونص 2 صارت هون تقريبا زيرو هو الوقت الحاضر اللي احنا فيه بتكون فيه. طيب واحد ممكن يسألني سؤال
ممكن. طب ليش هذه ما عملت سبليت اكتر؟ مظبوط. ليش هذه المنطقه صارت تعمل سبليت اكتر؟ ليش مش هاي تعمل سبليت؟ ليش مش هاي تعمل سبليت؟ مش بصير هذا الحكي؟ مش بصير؟ مش هم طلعوا اول شيء اثنين، هي هم هي واحد، هذا عمل سبليت مرتين بعدين وقف. طب ليش ما يعمل هيك؟ ليش ما يعمل هيك؟ وين المشكله صارت فيه؟ ليش هذا بضل يعمل سبليت اكثر واكثر؟ طلع كلهم فيها لهذول، صح ولا لا؟ ما صارش عنده عزل، ظروف تحكم، ظروف opportunities بسموها، صار في عندك. اذا انت يو بريزنت، اذا انت موجود في الرايت تايم في الرايت بليس، شو بصير عندكم؟ مور سبيشيز، يعني opportunistic بصير انت هذه، بتستغل الفتره اللي انت فيها بصير عندك مور سبيشيز. لو انت تجي ثينك اباوت ات، اكثر من 90% من السبيشيز اللي كانت موجوده سابقا شو صار فيها؟ اختفت، ظهر النيو سبيشيز. في بعضهم ما تطور كثير ما عمل سبليت، وفي منها عمل سبليت اكثر صار مور دايفرسيتي. هذا بيعتمد على رايت تايم رايت بليس، يعني انت استغليت الوضع. اول كلمه حكينا عنها النشر سيلكشن ولا لا؟ مظبوط. تعطي فيتنس للتريت اللي انت فيها. If you are in the right time, right place, تستغل هذا الوضع. النيجرال سيلكشن بيكون بريدومينانس. بس هذا لازم يكون reinforcement ايش يدعم؟ بالميوتيشن. مظبوط؟ على الجين ليفل. كل التريت كنا نسأل عنها؟ تو alleles او ممكن اكثر من الليل ولا لا؟ في المحاضرة السابقة حكينا على سنجل الليل، حكينا على تو الليلز، وحكينا عن ماني الليلز كيف بيلعبن دور بهذا الحكي. استغربوا هذا الذيب وبناءه ولا لا؟ من نفس الفصيلة. طيب الكثير بيحكوا عن التشيتا اللي هي الفهد، من أي فصيلة؟ كاتس ولا دوغز؟ كاتس. بدي اقول لك بيشبه القط هو، بس هو بسيط القطط. معقول؟ التايجر قط، الاسد قط، عدة تايجرز، بس التشيتا والتشيتا صنفوه منهم قط ولا كلب؟ طيب ماشي. ممكن تابع لفصيلة الكلاب، ما يغركيش يعني. ممكن. اوكي. خلينا نحكي عن مين هدول؟ سمعتوا فيهم؟ كارنيفورز أو الأومنيفورز أو الهيربيفورز. إحنا هيربيفورز ولا لا؟ لا احنا اومنيفورز. اوكي احنا بناكل نبات وبناكل حيوان. اخذتوه كش بتاخذوهوش؟ فيروس او اومنيفورز. فيروس بسموه انتو فورس. اوكي فيروس فورس. او ممكن تكونوا هيربي اشبيات اكلات الاعشاب، او الكارنيفورز اللي هم اكلات اللحوم. شايفين كيف ذاكرتكم رجعت لكم؟ اوكي. حطيتها بالاحمر. ردينا اكدنا عليها. For example, birds are now classified as true reptile. وضحات. العصافير منين اجت؟ من الزواحف. حتى في بعض الثيوريز بتحكي انه الأجنحة أو الفذر اللي هو الريش، صح؟ في بعض يقول لك الريش، في بعض الديناصورات في الأحفوريات لقوا عليها ريش. لا تعني إن وجود الريش إنه هذا العصفور أو هذا المخلوق للطيران. إحنا بنعرف شو أهمية الريش،
الفيذر، الفيذر زي الألبسة اللي احنا بنلبسها ولا لا، وعاد ممكن يكون للعزل ولا لا، او للحماية من البرد، كفرينج. بنجيب لكم البطريق، البطريق ما لهش الحال مع الطيور ولا لا. بعدين صار ادابتيشن لهذا الحكي، لا تعني وجود الريش انه قدرة على الطيران او انه موجود للطيران اصلا. فهيك يعني في كيف يعني زي في كونترادكتوري، انه هذا لا يعني هذا وجود هذا، لكن خلص احنا بنعرف انه في جنحان شو معناته؟ طيران. طيب هذا الحكي اكدوا اوكي الاحفوريات وعلى الدي ان اي ليفلز. وكثير حكيت لكم انه ممكن اشوف تو سبيشيز ار فيري كلوز ريليتد، المورفولوجي تاعهم كثير متشابه لكن على الجين ليفل مختلفه، سبليت انت تو، زي البروكاريوت، زي البكتيريا والايو بكتيريا ولا لا، والارشي بكتيريا. في النهايه هم كلهم بروكاريوت، الارشي بكتيريا والبكتيريا بتتميزوا مش عن بعض، لكن they are two different على مستوى الجين ليفلز. فصاروا هون يطلع عليهم هذول، صار يحطوا فصيلة الكلاب وفصيلة الذئب مع بعض، هذا سبيشيز، هذا الفاميلي، وهذا الجيناس، وهذا ايش على مستوى الاوردرز. حكينا كلمة تاكسون مزبوط، زي يونت هذه، هذه تاكسون اي، هذا النود اللي بينهم، بي سي، شايفين هذول شو معنات اي بي وسي؟ بي وسي سيستر، هذول اخوه او خوات، هذول برضو الدي والاي والاف برضو سيستر ولا لا، لكن الاي اختلفت شويه، انشق عنهم، خلينا نسموه A taxon is any group of species designated by what? By name. طيب بجيب لكم مثال اقرب عليكم. اعطوني اصناف بندوره. ازمير، كرام، وازمير. ازمير، ها؟ بجوز نحط هون ازمير. بعرف شو في هون، حرف الار، ازمير. شو تحط كمان؟ اكرام. اكرام، هاي اسماء بنات هدول. اعطينا اي بتير، يلا بتير واتس ايفر، مش مشكله، هو بتير هو الكسى البتيري وبيتنجان البتيري، بيتنجان البتيري اوكي اسم. طلعت عليهم اتاكسز اني جروب سبيشيز زينيت باي نيم، يعني ازمير واكرام وبتير صاروا تابعين نفس الجروب، هذا المقصود فيها نيم، فاريتي، كالتيفارز، هذا المقصود في التاكسون، هذا بدي اوصل لكم اياه المعلومه. Example taxon include kingdom, classes، اقل 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 توصل على species level، توصل على variety level كمان. طيب every node should give rise to two lineage or lineage. If more than two lineage are shown, it indicates an resolved pattern of divergence or polytomy. لازم تعطينا اثنين كل نود. طب اعطتنا اكثر من اثنين، اكثر من نود واحد بسمى البوليتومز او بوليتومي، بس حطوا لي خط هون بهمني هاي الكلمة، لسه مش واضحه الامور. عادة لازم تعطي اثنين، اعطي ثلاثة يعني مور ستدي هاز تو بي دون، هذا المقصود فيها. It's not clear انه it is like this، يعني ممكن هذول ايش؟ ممكن بعد واحد دان مور ريسيرش تاكسون اف شو يصير فيها؟ تطلع من هون. وضحت؟ اذا تنتين الامور فاين، اكثر من وحده، اكثر من وحده في عنده مشكله. Unresolved patterns of divergence. Divergence معناها انفصال. لسه مش واضحة طريقة الانفصال تاعتها. يا بتكون اثنين يا بلا. ثلاثة مش واضحة. شو معنات مش واضحة؟ More research.
حاسه بيضان. طب تسالوا انت نفس السؤال، طب احنا شو بدنا في هذا الحكي؟ احنا بدنا ناخذ شويه هالايفوليوشن وشويه ايش كمان؟ دايفرسيتي ونجيب هالعلامه ونروح. طب شو الهدف من هذا الحكي كله؟ مش ثقافه. اخطا واحد فيكم بدي يكمل بالبايديفرسيتي. سميناها غلط، بعدين معك انت ما بحكي عنك، مش غيرك واحد. كل شغل بايديفرسيتي هذا. هاي الشجره. كله. كل شغلك بيكون هيك، اذا انت مش عارف شو هذا الشغل مش راح تستفيد ولا شيء. كل شغل بايديفرسيتي اليوم، تروح لك على منطقه معينه، تجمع مثلا 10,000 نبته. او 5,000 نبتة، بصير انت تشتك ب 5,000 نبتة، بصير انت وين الفوكس تاعك؟ على الاختلافات البسيطة. لأنه بدي يو هاف تو برينج سمثينج نيو ولا لا؟ ما بدك تعيد اللي الناس عادوه. بدك تكمل عليه. لمعلوماتكم في فلسطين، في فلسطين كلها شايفينها؟ فيش إلا عندنا واحد تاكسونومست. حتى مش كامل هذا التاكسونومست، إز نوت بيرفكت، واسمه بنان الشيخ. بيشتغل على الايش حتى ما بيشتغل على الكالتيفيتد كمان، بيشتغل بس على الوايلد بلانتس، واحد في فلسطين كلها تاكسونومست. طيب انذر اكزامبل، هذا لما بيطلع الطلعة عشان يجمع العينات هذول النبات ويصنفها طلعته باليوم 500 دولار. 500 دولار، وإذا أجاكم إذا استعنا بخبير لدراسة معينة ناخذ منطقة صغير بالاغوار مثلا 1 كيلومتر مربع مشان نشوف شو النباتات اللي موجوده هناك، بيجيك بالضبط خلال 5 أيام ل6 أيام بياخذ 10,000 دولار بروح. معظم الشغل بكون عليكم انتم يا طلاب او على المرافقين تاعاته، يعني ما فهمتوا قصدي، انتوا عم تدرسوا وبتكون تروحوا زي دكتور الايمان، واحد بده يخطئ وبده يكمل بالتاكسونومي، هذا بيفتح لك افاق جديده. يبلي ذا اونلي وان في فلسطين اللي بيشتغل هذا الشغل، في البدايه انت بتشوفيه معقد وبتشوفيه صعب وما فيش شيء اسهل منه. عباره عن دي ان اي، تشتغل على دي ان اي معين، بتطلع عندك سيكونس معين، موجود الباند ولا مش موجوده، 0 1 0 1، بتدخليه على برنامج بيطلع لك كل الرسمه هاي. ذاتس ات. طب دكتور كمل انت. خلصت. Thank you.